افهم الزلطة، ابراهيم شال الشيلة وخلاص، يتسجن يهرب، الحكومة تدور عليه، ملناش فيه، احنا بره الليلة. بس ايه حكاية الجدع اللي هارب بيه ده؟ قلتلكوا قلتلكوا الداخلية مش هتسيبه، ما صدقتونيش. طبعا ما هو اللي ظهر وما تربش على بطنه. لا ظهر ايه؟ ظهر ايه ده ظابط؟ عجبكوا كده؟ تقدروا تقولوا لي هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت شايل هم ليه يا حاج؟ القضية ولبسناها له خلاص، الداخلية بقى تهربوا وتسجنوا، هم أحرار. مظبوط كلامك يا متر، صح كده؟ هو ايه اللي مظبوط يا حماد؟ ايه اللي مظبوط؟ نفسي افهم انا. طب حد فيكوا ضامن الواد ده بعد ما هرب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يا اما هيدور على حته يتوى فيها، يا اما هيسيب البلد ويمشي. وبعدين يا حاج مالك؟ ما تطمن، مالك موسوس ليه؟ انا هادي مش مطمن، حاسس ان الحكايه دي مش هتنتهي على خير. شفتوا اللي حصل يا بهوات؟ اوعى تكون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته. سليم الانصار انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه، وهحكمه بتهمه الهرم عشان قائمه اتهاماته تزيد تهمه كمان. يا صلاح بيه حضرتك مش مصدقني ليه؟ انا والله العظيم ما ساعدته. وهارب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجاه. احنا بنلعب بقى مش بنشتغل، صح؟ لعلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطئ معاه هحاكمك بتهم تضع سلاحك الميري طبنجتك اللي هو اخدها منك. يا فندم الموضوع كله حصل في دقايق، وانا كنت بحاول امنع بقيه المساجين ان هم يهربوا. عشان كده سبته يهرب. اتفضل يا فندم، انت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل. بوريني بقى مساعدتك لي دي هتفيدك بايه لما تلاقي نفسك انت وهو في زنزانه واحده. رزق يا فندم. ودينا على فين يا عم؟ ودينا على فين؟ حبيبي مش عايز اسمع نفس. اسمع نفس ايه؟ يا نهار اسود، انت مش سامع السرينة؟ اسكت. وش ايه؟ وش ايه؟ ده انا اعلي صوتي. اسكت. يا ريتهم يجوا ينقذوني. رزق وكمان هنقعد؟ انت ايه يا عم، ما انت سامع السرينه؟ يا ابني ترزع بقى اقعد، الصوت بيبعد مش بيقرب يعني. خلاص مشوا مشوا مشوا. طب افرض جم يدوروا علينا، ولا حد من اهل الميتين جاي يزور، ولا حتى التراب جاي يشقر علينا. ماليش دعوه، انا اقول لهم ان انت اللي مهربني. يا ابني محدش بيجي هنا يا ابني، مش شايف الباب بيصد ازاي؟ اخلص بقى عشان اعرف افكر. اسكت. تفكر هتفكر في ايه يا اخويا؟ امال المجرمين بيفكروا في ايه؟ لا 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 لا، اسكت. فكر فكر براحتك، فكر براحتك، فكر، ما تقتلنيش. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه يا عم الحاج؟ كفانا الشر. وبعدين انا مالي الظابط هرب ولا غرف 60 داهيه؟ انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ عرق ايه اللي هاكله عليك يا ابن الكلب يا جزمه انت؟ خلاص يا حاج لطفي، ما يصحش كده. وانت يا ابني انت، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله، عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخلص خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. ولو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعه يا جماعه، كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شويه عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج يا حاج، لو الداخليه شايفه ان القضيه ديت فيها خرم ابره، كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمه؟ ما دام هربوه يبقى عارفين ان القضيه لابساه لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمه انت دماغك دي تستاهل تقولها الماس. شفت بقى يا عم الحاج ان الشغلانه خلصانه، وخلصانه بالشياكه كمان، يعني المفروض تديني عرق انا والرجاله بقى. لا اهدى على نفسك شويه، عمك الحاج عنده برضه حق، لازم الليله دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر. ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجاله بقول لك يا عم الحاج طلع له قرشين لغايه ما الليله دي تعدي على خير. لا قوه الا بالله. بقى كده يا سليم يا ابني،
بدل ما تطلع نفسك من المصيبه اللي انت فيها توقع نفسك في مصيبه اكبر. وهو كان هيعمل ايه يعني يا ماما؟ انت مش شايفه الدنيا كلها واقفه قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه. مفيش حق يا بنتي بيجي بالباطل. خلاص خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هو ما عملش كده غير لما اتاكد ان مفيش حد خلاص هيساعده، فقرر ان هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه. ده اكيد يوسف جه يطمن علينا لما عرف اللي حصل. مساء الخير. مساء النور. صلاح الطوخي. وبعدين يعني يا سميحة انت تفضلي كده؟ يا اختي مش احسن من حبسته؟ لا مش احسن، مش احسن. في الحبس عارفة له طريق، عارفين هو فين، في فرشة بينام عليها، في لقمة بياكلها. دلوقتي احنا لا عارفين له طريق ولا بيعمل ايه ولا هو. أنا طبعاً مقدر إنكم أهل وخايفين عليه، بس عايز ألفت نظركم لحاجة. لو ساعدتوه على إنه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. أيوة صلاح بيه، بس أنا أخويا بريء وما عملش حاجة. هو البريء برضه يهرب. أنتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. إحنا اللي اضطريناه، يعني إحنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في إيده. إحنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوة. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجة. هو ما قدرش يثبت انه كده، ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو تصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانيه ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليه رجاء أخير يعني. لو حاول يتصل بيكو ياريت تبلغوه إن اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره أكتر. أنا آسف على الإزعاج. عن إذنكم أنا عارف طريق الباب كويس. أنا مش فاهمة إيه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. يا ما خبطت عيني يا ابني. هتقطع دراعي؟ مش هينفع، دي مش هتنفع. اصبر اللي بالليل نشوف حل وتغور في 60 داهيه. اصبر. اصبر اللي بالليل ايه؟ وانت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربان من العداله لحد بالليل؟ اخلص بقى، اخلص. يا ساتر يا رب. يا ابني مالك في ايه؟ يا ساتر، محصور من صباحيه ربنا ومش عارف افك، ومش عارف افك. عايز اعمل زي الناس فيها حاجه دي كمان ولا ايه؟ تمام، اترمي هناك. يلا اخلص، يلا اخلص. طب تعالى معايا. اجي معاك فين يا ابني؟ ما تخلص. طب انا هروح لوحدي هناك ازاي؟ ده انا لو قعدت ثانيه بعد كده اقلع البنطلون وانشره هنا. طب يلا. هات ايدك شويه عشان افك الحزام بس. بط. يلا يا عم، انت في ايه جمل؟ يا عم بقول لك محصول من الصبح، من صباحيته. انت مالك لك انت؟ اخلص. خلاص اهو، مفيش حاجة. هو كده الانسان بعد ما يفك زنقته. نبعد لنا بقى يا عم رامي وبطل هري. قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. على رايك يا عيسى، شفت الجبروت بتاعهم؟ ولا همهم ناس ملمومه ولا دنيا مقلوبه ولا اي حاجه، وبرضه عملوا اللي في دماغهم ولا كان حد مال عينيهم. خلصت وصلت اللطنه بتاعتكم؟ كنت فاكرين ايه اللي هيحصل بقى يعني؟ بنعمل اول ماتش كده هنخ ونسلم؟ هم اكيد بيجربونا. المهم شوفونا احنا بنعمل ايه.
احنا لسه هنعمل يا عم رامي؟ يا ابن اهدى ارحم نفسك وارحمنا، البلد دي مفيش منها رجل. لازم تعرف كده كويس، احسن حاجه الواحد يعملها استنى لما يتخرج شوف اي بلوى يهج فيها. يبقى كده هم عملوا اللي هم عاوزينه مش كده؟ اللي قاعدين في البلد راضيين وساكتين بحالهم، واللي عايز يفتح بقه زينا يسيب البلد ويمشي. يا اخي حرام عليك بقى، انت لسه بتكبر. يا ابني افهم، هم دلوقتي بيجربونا بيشوفوا هنعمل ايه يعني. لو سكتنا وحطينا جزمه فوقنا زي كل الناس هيكملوا طريقهم، انما لو وقفنا لهم بقى. بقول لك ايه يا عم رامي وحياة ابوك، انا الكلام ده مبقاش ياكل معايا خلاص. لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده، يمكن ساعتها تعرف ترتاح. يا جماعه هو زياد ده مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم؟ رامي كان صاحبنا، بس مش معنى كده ان احنا نحصله. هنحصله ليه؟ زياد حصل فيه كده لما كان لوحده، انما احنا لو كتير. يوه كتير مين يا ابني؟ انت ما بتتعلمش، انت بتتكلم ازاي؟ ساعه الجد ما حدش واقف جنب حد على فكره، كله بيقول يلا نفسي. لا طبعا، وانتوا شايفين الشباب عملوا ايه على السوشيال ميديا من ساعه ما المجرم ده ما هرب. تاني السوشيال ميديا مدفوع رامي، الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبه لهم مصلحه، هيعملوا بيه شويه شغل وبعد كده في الاخر ينسوه. لا مش كلهم، فيهم ناس كويسه انا متاكد. متاكد من ايه بقى بامارتي؟ في حاجه كده بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، يعني عندي مشوار بالليل هخلصه، لما ارجع افهمكم كل حاجه باذن الله. ساعتها ان شاء الله هنجيب حق زياد وكل اللي زيه. خليكم معايا يا شباب بقى. حاضر. ايوه يا فندم باذن الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. سيادة الوزير كان لسه معايا على التليفون بيسألني ايه الاخبار، منفعل جدا. وبعدين الناس فاكرين ان احنا اللي هربناه، الوزارة كلها محطوطة في موقف حرج يا صلاة. نعمل ايه؟ ان شاء الله يا فندم هنجيبه في اسرع وقت. اسرع وقت ده امتى يا صلاة؟ ده لسه كمان لما العيال بتوع التوك شو يفتحوا الهوا وياخدوا تليفونات وشوف بقى اللي هيعملوه فينا. ما شاء الله هيقلبوا علينا الدنيا اكتر ما هي مقلوبة. نعمل ايه؟ ما تقلقش يا فندم، احنا بندرس كل الاماكن اللي ممكن يروح لها، وان شاء الله في خلال 24 ساعه انا هكون جاي. هرب؟ هرب ازاي يعني؟ يعني اهرب انا موجود هنا؟ ما يا بنات يا جدع، ما يهرب ولا يغور في 60 داهيه، احنا فيك انت دلوقتي. انا يا اخويا ما انا مرمي هنا ويعلم ان هي بقى تعمل معايا بكره. ما تبقاش حمار ياض. طب لعلمك بقى هروب الضابط ده مصلحه ليك انت. مصلحة؟ مصلحة ازاي يعني؟ أقول لك يا بقف، دلوقتي النيابة هتسأل مين في المحضر بتاعك غير الظابط، وشكرا. وأنا إن كان عليا أنا عارف أقول إيه. إيه اللي حصل يا زناتي؟ والله يا باشا أنا فاكر رئيس سليم بالأنصاري بيجري ورا حمادة تايسون وراجع بيه من الكتف. يا جدع أنت جاي تفور لي دمي ولا إيه؟ اسمع بس. طب والحاجة اللي كانت معايا زناتي؟ الفرد والمخدرات؟ والله يا باشا أنا ما شفتش حاجة. قال لي السليم بالأنصاري دخل علينا بحمادة تايسون والحاجة دي في ايده. ايوه بس الحتة كلها شافت اللي حصل. هما شافوا ايه غير اللي انا شفته يا بقف؟ وكمان في حاجة انت ناسيها، انت شاهد ضده في قضية، يعني خصم. ايوه بس هو شاهد ضدي في قضيتي. يشهد زي ما يشهد، هو شهادته مالهاش أي لازمة، محدش أمن على كلامه، لكن انت كلامك كذا حد أمن عليه. يعني مش بعيد المرة الجاية في النيابة تاخد إفراج، بس لعلمك أنا مش هسيبك غير لما آخد عرقي. يا ابن حبيبي افتح بق، افتح بق. ايه ده؟ ما حدش فيكم يتحرك. الجوز يا ست انت. والله ما اعرف يا باشا. ايش يا ابن الشباب كلها؟ حاضر يا باشا. هو انتوا لسه ما لقيتوهوش يا باشا؟ هنلاقيه. لازم اخاف، لازم اخاف واقلق كمان. يا بابا هرب ولا ما هربش، انت مالكش في الحوار من اصله. الحوار ده يخص عم لطفي. يا ابني افهم، الظابط صحيح عدو عمك لطفي، لكن هو عارف كويس قوي ان انا وقفت جنبه وشهدت ضده كمان. يعني حتى لو هو مش شايفني ان انا عدوه، اكيد 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 في دماغه مليون الف حاجه، وده تخليني ان انا اقلق. الجدع كده كده هربان، يعني مفيش حاجه بيده اعملها. يا ابني افهم،
ما تنساش ان انا راجل سياسه، يعني طول النهار انا موجود في المجلس، انا اهم حاجه عندي سيرتي وتاريخي. انا مش عارف وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين. ربنا يستر. صدق بالله انت تعيش حمار وتموت حمار. اعيش حمار احسن ما اعيش مسجون يا زناتي. ومين جاب سيره السجن يا تغف انت؟ انت فكرك سليم هيسيبنا في حالنا وهو عارف ان احنا اللي لبسناه المصيبه دي؟ اه وانت هيهمك ايه؟ انت لا شهدت عليه ولا ظهرت في الفيلم ده من اساسه، يعني بالنسبه لك خلصانه بحصانه. وانت فاكر بقى ان سليم الانصاري لسه ظابط زي الاول وليه شنه ورنه؟ سليم الانصاري بقى حته مجرم هربان لا بيهش ولا بينش، والوزاره كلها مقلوبه عليه، يعني كل اللي يهمه دلوقتي انه يفضل هربان. انا مش مرتاح للي حصل ده يا زناتي. يا ابني بطل خوفه ما تبقاش خفيف امه. سليم الانصاري دلوقتي قدامه حل من اتنين ما لهمش تالت. يا يسلم نفسه ساعتها لقضيه تلبسه اكتر ما هي لابساه، يا اما يدور على حته يتدرى فيها ابعد حته يستخبى فيها. وساعتها لا يقدر يهرب مننا ولا هنشوف وشه. اسكت بقى وخليني بقى احكي لك عملت ايه مع لطفي في موضوع الفلوس. ولا انت خوفك نساك الفلوس يا تغف؟ هتفضل متنح لغايه يوم القيامه كده؟ ما تفوق لي يا جدع. احنا مش عايزين نتسرع ونتهم الداخليه بالتواطؤ في تهريب الضابط سليم الانصاري، بس حتى لو مفيش تواطؤ فهو في تخاذل واضح جدا، لازم محاسبه المسؤولين عنه. ده لو الداخليه عايزه تثبت لنا حسن نيتها زي ما وعدتنا. عامه هنتكلم اكتر بس بعد الفاصل. معلش يا رامي حقك عليا عشان دوختك عقبال ما نتقابل، بس الاكونتس كلها متراقبه حتى تليفونات كمان. مش مهم يا جميله، المهم ان احنا قابلنا. يعني قول لي بقى يا سيدي، ايه الموضوع الضروري اللي مخليك عايز تشوفني في السرعه دي؟ بص يا جميله، انا مش هزوق الكلام يعني، وحسستك ان انا عايز اقول حاجه معينه. بص من الاخر كده، كل الشباب اللي معايا خلعوا، محدش منهم هيكمل في القصه دي، وبالذات بعد اللي حصل النهارده. ليه يا رامي؟ هو انتوا فاكرين يعني الداخليه هتسلم الراجل بتاعها بالسهوله دي؟ انا فاهم ده، بس هم مش فاهمين الكلام ده، وحاولت افهمهم طبعا وهم خايفين. بص يا جميله بصراحه كده، يعني هم شايفين يعني ان زياد ده لو كان حد منكم يعني مشهور والناس عارفاه وكده، كانت بجد مصر اتقلبت عشانه. انما زياد الله يرحمه كان غلبان. من الاخر يعني حدوته دي هتاخد لها يومين كده وتتنسي. بص هو انا حقيقي ما كنتش قابلت زياد قبل كده الله يرحمه، بس صدقني انا حاسه زي ما يكون جد زي اخويا وطاري هو طاري. جميله انا مش بتكلم عنك، انا عارف كويس جدا انك بتتصرفي من قلبك، يعني ما انا متابعك على تويتر من زمان وعارف كويس قوي انت بتعملي ايه لاي حد حتى لو ما تعرفيهوش، بس المره دي موضوع كبير. وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد، بس انا محتاجه مساعدتك. ماشي، بس انت عارفه كل التفاصيل يعني، وانا كل اللي عندي قلتهولي. لا مش كفايه، انا عايزه اي حد بيعرف اي حاجه عن زياد او عن ضابط اللي عذبه يطلع ويتكلم، عايزه شهود اكتر. بص يا رامي، الدنيا كلها لازم تعرف ان سليم الانصاري ده سفاح ولازم ياخد جزائه. عندك حق. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وآخرتها يا أخينا أنت. أنا خلاص هموت من العطش والجوع. هو أنت ما جوعتش أنت كمان ولا إيه؟ ما أنتش بني آدم زينا. طب اسمك ايه؟ بلاش اسمك يا عم، ايه اللي جابك هنا؟ طب انت تهمتك ايه ولا ودوك النيابه ليه يعني؟ ان شكلك يعني مش شكل مجرمين يعني ولا حراميه. ها شكلك نصاب. ايوه تلاقيك نصاب من اللي بيضحكوا على الستات الكبيره والبنات وياخدوا منهم فلوس. هو جاي تعمل ايه انت؟ ايه ملوك ليه؟ ولا تلاقيك من بتوع السياسه واللابتوب والفيسبوك والحاجات دي اللي هتوديك في 60 داهيه. ما هو ايوه، ما هي الحاجات دي اصلها كلها مصايب. لا تطلع ارهابي بقى، تبقى واقعه سودا ونبقى قمنا من حفره وقعنا في ضحضير. أنا أخوك في الله إبراهيم السني. حركي يا بنت، ما تتكلمي. والله ده عجبك. سامع مني إيه؟ مش عاجبك اسم إبراهيم؟ شش. سامع؟ سامع. هو في حد هنا غيرنا؟ تلاقي كلاب ولا قطط ولا حاجة؟ في حد بيصرخ؟ أيوة يا عم، طب ما يصرخ وإحنا مالنا؟
عملنا ايدي واحده بتصرخ، تعال نشوف فيه. هنشوف احنا عملنا، يمكن واحده جوزها بيضربها ولا حاجه. تعال يا عم انت استنى. اثبت يالا. تعال يا بنت هنا، تعال زي ما تمشي. تعال هنا يا بنت، تمشي. تعال يا بنت، تعال. ما تسيبنيش يا خفيش يا ماما، خفيش يا بنتي. انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معاهم هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا؟ والله يا عم ما كنت اعرف ان هم عاوزين حاجات زي كده. دول قالوا لي هيدوني بضاعه وهنقسم المكسب بالنص. انت ابوك فين يا بنت؟ ولا اهلك فين؟ ساكنه فين يا باشا؟ انا ماليش اهل ولا ليا سكن. لا لا قوه الا بالله يا رب. ريح ايوه، طلع فلوس من جيب الداله. يلا روح بنت المستشفى، اطمن على نفسك. يلا 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 اجري يا بنت، جري وما تجيش هنا تاني. هنعمل الجرح اللي في ايدك ده خطر قوي، احنا لازم نروح مستشفى. مستشفى ايه بس؟ انت ناسي ان احنا هربانين؟ تعرف تسوق موتوسيكل؟ بعرف. طب اركب اقول لك تروح على فين. يلا دور. اروح على فين بس؟ تعالى بايدك معايا عشان اعرف ادور. يلا بسم الله. اركب اركب اركب. لف ايدك، ايدك امسك نفسك يا وحش، امسك نفسك. ايدك تعبانه.